بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن وهد لينا بإذن الله الكريم موضوع كسابسا ولد ليراد خوارجتا خوارجت وحوية ضائفة صوب حضين وقتي أصحابت ويجوغين بدعوينك صوت ظاهري عليكم بدهايين مركا وحن وهد لدونا طيب خيبا وهد لدونا أما حلقة حلقة أيان وهد لدونا أنك حلقة والبابا سيد دونا وقت قارة أو كوبا سلو غفا إذا يستو قلدا مركا خوارج تاهي نبي عليه الصلاة والسلام وقتي المامي وايو وحا لوغيسية وحا سو صعدو إماد دونا إلى قيامها لقاره إلى وحا قدم بيا وجنعي النار وحا إلى كل ميان أهل الله وحا إلى كل ميان قوة كريتو غير كوده كل وشيء النبي عليه الصلاة والسلام إن المركز وبيح الدوران كوني خوارج تاهي أين يهين إلهي أنت وأبو ريك وأبو بغن أي كمد يهين كوي يعني نبي تلمامي عليه الصلاة والسلام مقعيد ودنا قبل كوت بالله تلمامي با صفات وكسفه نبي قل لقه علامات كوضب وقيحي علامات كاس دبتي كسف وبانه كمبن غرى يغرد النبي وكدق عليه الصلاة والسلام مرك وحي هاي بدعوين كي صوضا هريك ويقول لي تيو وشرط بدنا اسلام كدحديسة ايه هاي خوارجتو ضائفة داسي وحي هاي هو بدعاه وحلوا أمك عابب ليل خوارج لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين وحي كبح الدين تي إسلامك أي كبح باليل سدا سلوا أمك عابي خوارج أما هنا وحي كبح ضاعدي أي أدعي لهايين إمامك عادل كهاه علي بن أبي طالب دا عدي سيو أي كب حين بالوغو مقعابي خوارج وحا كالوغو مقعابي وحي كسو بحين ودقال كسو قادين إسلام كأخياتي سيوان أكسنايين خيار المسلمين مسلمين تكوي هو وناكسناي وأصحابتي رسول كأهايين ومركا جوغي أي دقال كسو قادين مركا خروج كاس أي كسو بحين كركودة أيدنا خوارج والو إرادة وعي الإمام النووي وحالو أمك عالبوي لخوارج لخروجهم على الجماعة بحيتان كأي جماعة إسلام كركودة كسو بحين ودقال أي لسو عادين يا خوارج لو أمك عالبوي وحكروا ليري والو أمك عابر خروج كود عن طريق الجماعة يكبحين جماعة الإسلام كوم مدايسا وكلمة دود متهي وأدي عيان إمام كي مسلمين تمركز أمير المؤمنين أها علي بن أبي داري أي يكبحين دليل قودي بكل إحدين مركز إمام كالربحين بحيتان كاي بحين بالوغو مقعابي خوارج نوالي يريد وحا كرر لتي المامي
إن لغم على خوارج نبي قول كيس عليه الصلاة والسلام ويري يخرج من ضده هذا قوم ننكي لبيه تري حرقوس ونبي عليه الصلاة والسلام قلت المامين وسن عدل سمين جور سمين يو نبي قوسي في وحكا إمام دونا أصاق عربتيسا مركز بير وحكا صوبحن نين كان سلكيسا قوم باكا صوبحها يبوير صوبحتان كاس أي صوبحيا يا خوارج لغم عابنا واليري مركز بدا تراددبا با قلب بدعاه شربضا أيها هايين الإسلام كنبين تشويه يا شرف دريك السبعيان بدعده ودمرك وحا أسرها سيدا يعني إمام الرافع كتاب في شرح الكبير وكت المامي سيد علي كركي سيد كسر بحين مركي يعني كسر بحين وحي اعتقاديا إنه سيد علي قرنا حيوه سيد عثمان حق الدليل إنه قرنا هي اعتقاديا مركزنا سيد علي وكريو إنه نمنك سوقفته أو خصاصه وأو كريا ميدان سيد علي وحو سنسوى قبنين وحو راضي كيها دلكي سيد عثمان وراضي كيها بينهن أما ما هنا مركي هروب عن أيك مواضع كرد حيسي oo dilkooda ay isku waafaqeen isaga iyo kuwa dilaba saasuusan u soo qabanayn bay dhahaan sidaa darteed waan la dagaalamaynaa bay dhahaan hadalkaasi ay yiraahdeenna wuxuu khilaafsan yahay dadkii ahlullaahiga ahaa ahlul akhbaarkii soo rareen kalaamkan iyo waqtigaas yacnii waxyaabihii dhaco waqaaic ahaa waxa ay tilmaameen buu khilaafsan yahay hadalkoodaasi waayo wax doodri kama joogaan khawaarijtu inay ahaayeen kuwa sayid cuhmaan laftiisa didku ah sayid cuhmaan laftiisay ka soo horjeedeen marka dhiiggiisii dalbi may waxay ku inkirsanaayeen ashyaa fara badan waana ka beri noqdeenba sayid cuhmaan laftiisa waxyaabahay ku inkirahayeen waxaa ka mid ahaa qoladii ahlu lciraaq ahayd gobolkood baa waxay inkireen dadkii sayid cuhmaan madaxda uga dhigay magaalooyinkaas oo isaga qaraabo la ahaayeen siiradoodii ama sifaadkoodii ayay gobolkood inkireen markaasay sayid cuhmaan uga soo dacwoodeen meeshaasaa waxaa ka faa'iidaystay qoladan lafteeda ayaa ka faa'iidaysteen oo dadkii tashwiish ku sameeyeen iyo boorin iyo duritaan sayid cuhmaan laftiisa ay durayaan qoladaas marka khawaarijta markaas waxaa lagu magacaabi jiray quraaq baa la dhihi jiray quraaqdii ayaa la dhihi jiray waa lishiddati ijtihaadihim fi tilaawati walcibaada waxay ku ijtihaadi jireen oo ku dadaali jireen qur'aanka kariimka akhrintiisay ku dadaali jireen waxay ku dadaalayeen cibaadada habeenkii qur'aankay ku soo jeedayaan maalintiina waa soomayaan markaasaa waxaa la dhihi jiray qur'aanka badintiisa maadaamay sameeyeen quraa' baa la dhihi jiray raggii qur'aanka aad u akhri ogaa oo lagu yaqiino mashhuurka ku ahaabay ahaayeen laakiin maxay samayn jireen waxay samayn jireen qur'aanka ayay waxay ku fasiri jireen ra'yigooda wixii ra'yigooda waafaqa ayay qur'aanka ku fasirahayeen ta'wiil gayru muraad ah yay ku fasirahayeen waxaan a'imadii islaamku ku fasirin asxaabu rasuulillaahi ku fasirin ayay ku fasirayeen ayagoo markaa isku wadaa inay ka cilmi badan yihiin أصحاب رسول الله إليك علم بليه بيسكو ودين مركز الرأي قد وحي الظاهرة يأي مركز كفصيرة هي وحي موجدر الخشوع وحي موجدر الزهد وحي موجدر التمسك
وحي موجود جيران تضرع إلى أن يتضرع يا رسول مسكينين يا خاشعين إليهن إلى أن يخشوا عصان أي موجود جيران إلى أن الدنيا كزائدة أي موجود جيران وحيا بها سوى أي موجود جيران مركي تيد عثمان الله وفصدي وقردي محمد أي الدلال قروا وحي أهاية أي كلفتوا هذا المركز بدأن اسمه جنين نبي أهايان أو بغاد أهايان سيد عثمان كوي دلي وحكذب بيدي أيك لفتو ده قعن ما كردعه أو يهودي أبا كذب بيسي مركي أي دلي قرد عن واسوطك سيد علي بي لصف تنبر سيد علي أي معجي سنغدان قدقى كرات النابي دهان وحي اعتقادين أيه مركز لفتي ده سيد عثمان هي وحي الراع سنة إن هاي أقوى قراء أيه باعتقاد سنة أيه وأقوى قراء لمحب من أيه وحي الاعتقادين أيه إن السيد علي إمام كيه أيه الاعتقادين أيه أدقى الإمام كيه سيد عثمان قاد الشرى مركز ورأو قاطي حق بطمرة هاي أصدقى يا وحي الراع أنا حق درد أيه دينتي وببحين سيدا سيدا هايه سيد علي بي مركا راعي سيد علي هدنا وحي كوريه مادا وقارب إلهايه سيدا قردي أصحاب الجبل أهل الجبل كي قردي مثلا باي كمدها أيام ضلحق يزبير بن عواميو عائش وإيو مركي يعني يسكو بلعو كيمي وسيد علي عيدا كي سيد يزبير يضلحق عيدا كي أي ودينا يسكو دعان وحي دينا ميركي إسلام كي كوريه مادا وقالوا بين مركة أصحاب الجبل قرد أصحاب الشرية لسعتي يزبير يضلحا هريك قالوا بين بينهم إمام كي بكور إيماني هل كاسي يكر مصاريين مركز يوحي سمايين دلحا لفتي سد يزبير وحي السعودين الإصلاح بين الناس بين السعودين وحي كمدها آيه حقي لم مبايع عوضي سيد علي ومدح كني بدأ كلام مباي عوضي أيه كجري مركز كبعد بي وحي آدين مكة بي آدين حد بي آدين مركي أي ماشا تغير ويعني عمره دو دي حجك ودي عبادة دو دي قتين يأي ماشا وحي كرة كل مين عائشو أيه كرة كل مين مركز وحي دهين سيد عثمان دب كده لي وإلا صغبته أو لوك ساسا أيدهم مركز إسكوا فلان وحي كل نقدان عائشة يبدأ الحق يزبير بصرة يكون نقدان تذكر سيدا سوء أبابولين مركز سيدا سوء أبابولين يسوى بحال أيكو نهاية سيد علي ينسكوا فلانا ومدى مركز ساس كم بذينه وعلى السوق مانيا تذكر يعني خلاف السمين هي تشويش كاسنا ماشا وكبحها هي مال لحاجة صار جمادين سيد علي مركو مغلبه مالي مركو هذا سيد علي مركو يقول له هذا أيوه أودر سيد علي نلا به ترى قعقاع بن عمر أيوه أودر وحيو رسوه ويدي هو يبيو زبير يو ده الحق وحي السعداء مركاس وقعقاع شكب بلا بوتك مركاس بيري يا أما ما أغضبك هذا البرد هو يمحاك سوق اللي ماشى المركز يثير على سلاح بين الناس تاسع سوق اللي دبى يثير مركز دجال هو مس عمر زبير بقول لك والمضلح بقول لك والما أيكم الصيد يا كرام عدان مركز أي واحد سوى فبان إن يعني ذك اللي هالشيء سيو والله مدايا كلمة إسلامك مركز كبعد إلى ضربه ذك سمي دل كيسيد عثمان مركز يا وحي سمي يا ابن سمي مركي موافقة على سيد علي بوتقي موافقة دي أي كفض بيا سقنا ليش هسا وحاكم دي لو تشويش كي أيك لفتو دي هي قرأ كلام مرافقين هالتشويش بلالين أو وحي دي أنا دي كلمة دا المدودو وأنا والله سواق أنا هي ضد كي نقول كه هاي سيد عثمان دي والله سواق أنا يا مركي سي أنا والله سواق أنا وين أنا اسكت دينا على بدر علو والدحدة دا عن كسرينا دل سي سبوك عام oo hawsha ay meeshaas fidnadu uga sii ballaarato markaas ay sameeyeen khilaaf oo ay sameeyeen inta dadkii kul milmeen ay qoradii Sayid Cali ninka dileen
قردي حقه يعني زبيدي عايشه يا كسوتنا كدينه مركاس وحي دهن لبد سيد علي بن ادي كدير عيدا كيس ادي كان كاس ادي كدير ايشاس تشويش كسميه مركاس اسكو دعو ماشي كيد وضعت الجبل سدا سيبا كو دعدبا مركي دبنا اسوي ميدوبين او يعني موافقه ماشا كدعدي مركا ماشا سيعيك مركي سيد علي يعني لم يدوبين رقي هلكا كسعد الزبيري ايو الضلحي او يعني الضلحي الزبيري نلفتو دو ماشا يكو قيريودين رضي الله عنهما وارضاهما الهي هكر راد النغضة الهي يعني نحريستي سجنة هكو شبه اياكو ماشا يكو قيريودين اياكو وليبا قبل كودا اسخن نغضين اياكو وكو قردامين مركا كبعد الدك سوهر الموافقة نحمرتي سيد علي ليتم دوبين مركا سي وحي سيد علي كنت قال لمن محاد يعني لم دوبيسا محاد لم دوبيسا دد كان دقال كسوهر قادو قالوا بين محاد لم دوبيسا سيدا سي كده ناشاس ايها الدر وحي كسي بالله بالفتنة كبالله ضالي فضاني وحي كدر بين وحي ده مثلا بما دابا يعني كهوري ماذا كشيس الله سمعيني سوا محمد مركز سيد علي أيك عرفته ده كذا وجد بدين إلا وحي ربنا الإسلام بس هو باب هو أيه ربنا هو خلاف وسيد صعده وإن نقطة يعني بد يعني تسلسلها مركز هل كا يعني قصوا به مركز كبعد قرد سيد علي الحقيقة وحي هاي الحقيقة أهان هو الضرب يبي هاي ليجي سيد عثمان إلا السوق دعيه وضبك يبدي إلا السوق لساسه أيه الضرب يبي أنت سيد مركز وحوي مثل مثلا بل اياك دابا قدينا ايانا ويستبقى اياك قرادا خوارج تاهي انا اياك ديك جيسي عثمان طربا ياري دادك اموجين ايا حقيقة انا بكفكت وما يا هاي يكو حقيقة هاني يعني متفق عليه قاهو رسوا فقسين ايا دابا ايا وحي ايا زبير ايو دالحر ايو عائشة ايو كوا سيكو صباحي ان ارنتا سيكون بدوبو ايا لدالبا يعني سيد عثمان دادك دليل مركز كبعلي هدنا وحا بعين معاوية وشام جوجا سجا لفتيسو وعيدا كي إسلام كحوجا بناي وشام أيه وحوا أصاب نيري وإلا الضربة ضبط سيد عثمان دليل وإلا الضربة دي أصاب مركا مثلا با إلا يسنا هيا إن سيد عثمان دليل كي صدول منها كوة دليل الظالمين أهايا لا بدنا إيتا إلا يدك دغو إلا قصاص ضبط دليل كاكدن بيهي أصابنا بوهر ليها إنه صار بس سوايو عيدك الإسلام تكون يروح قبرنا أي مركز هيا مركز سيد علي كذا بينه مكانيو إنه صار تضدك إن إمر أمر دوي أنا صار بناي مركز سيد علي وحوي وحال السمين هيا مركهور مدن بعد الإسلام كموافقة على السمين هيا وحال السمين يا مبايع مركز كبعد يا وحال الضرب هيا ولا يقان ضدك لفتو دي إن قصاص على السمين هيا مركز ماشي عسى خلاف كره هدنا كي خلاف كره مركو يمد يا هدنا هي يرادن ماشي انا كفى ايدي سكر ما بيد سيد عبو سيد معاوي وصابح سيد علينا اصغر وصابح مركو وصابح ما لها اللي سكو هري ما لها اللي سكو هري من عيات اللفتوده وحا دحمرت دغال دحمرين دغال كي قدام مركو وسعودي يا وحا دعدي ان اي سمايان معاوية بن عمر بن عاصي إن أي سمايان ضرب أي ضرب هيان إلا سمايان تحكيم لظن إن نبغ جيس كإمام أي سيد علي جيس كسلين كإمامة أي سيد معاوية رح لين كإمامة إلا سمايان وتحكيم هل كان لغو سمايان لبطان أي ضدك أن دقار تكغي غادا أي سمايان يعني منهج لغو مدوبين أي سمايان موافقة سنة هل كان يكتب مادو سيد عثمان دين كيسينا مقدر كده بيا مركا كبعدي لقى أم بقاله سيد علي هو أخبره مركو أخبري أي هل كان قبها ماشى سيك صوب بحنا دنا محارم أخبره سامي تحكيم برضه أخبرش الله بني ما الحاكم كان يقتل حكم كإله وأسكر لا حكم إلا لله أي ده ماشى مركا علي أنت تاسي هذا كفاية ديست تحكيم كاسي كفاية ديست تحكيم كرة بروحه حق بوها مرك يعني لبدي عيد الإسلام في إسكوري ماذا إن مثلا بتحكيم كان الله سمعي ويسكوا فبان وحوها حق بوها حق بوها وحسيد أبو بكر سيد معاوية وصادر عمر بن عاص سيد علي نوح ودري أبو موسى الأشعري
waxay ku barameen inay isu yimaadaan bisha ramadaan soo socota meel la yidhaahdo dowmatul jadal oo ka dhexaysa shaam iyo ciraaq halkaa ay isugu yimaadeen baa la yidhi halkaasna ha ka dhaco heshiisku ha ka dhaco markaas ka bacdi heshiisku marka u dhacana hadda ijtimaaci islaamka iyo muwaafaqada iyo midnimada iyo yani kelimada islaamka mid ayaa soo noqonaysa meeshaasay marka ay ku haddana ka sii boodeen markaasay dhelma haddaan aqbashay in lagu xukuntamo ilaahay xukunkiisii xukum aan ahayn لا حكم إلا لله أي به لا حكم إلا لله أي